السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع التهيئة تاع الدهاليز تاع مدينة الجزائر العاصمة، واللي تقع تحت منطقة تاع ساحة شهداء، حيث أنه فيه يعني مدينة كاملة تحت الأرض كانت مهملة منذ الاستقلال، وهي في الحقيقة والله فضاء رائع ممكن استغلاله في خلق فضاءات تجارية وفضاءات يعني ترفيهية وممرات للمشاة وأماكن يعني اللي يعني استغلالها أحسن استغلال، خاصة وأن عندها واجهة بحرية رائعة. وهذا المشروع اللي كان مبرمج منذ أكثر من 20 سنة تم تصميمه من طرف شركة عالمية، وبقي حبر على ورق، ويبدو أن السلطات العليا في البلاد عازمة على الانطلاق في هذا المشروع الاستراتيجي والكهام جدا لمدينة الجزائر العاصمة وللجزائر بكل يعني برمتها، يعني كواجهة للبلد. لابد من استغلال هذه الفضاءات لأحسن استغلال. نترككم تتابعون هذا الفيديو اللي درت التركيب نتاعو وعمل كل الجوانب بتاع المشروع بتاع التهيئة عند الفضاءات، اللي يعني مئات المترات المربعة، آلاف يعني تقريب 2 أو 3 هكتارات تاع أراضي تقع تحت الأرض. أترككم تتابعون هذا المشروع الهام وما وصل إليه من تهيئة، يعني لأن الأشغال تاع التهيئة راهي جارية إلى يومنا هذا. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.